السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنحكي على تجربتنا مع الفيروس. أنتوا عارفين نيويورك ونيوجيرسي كانوا من أعلى المعدلات في الإصابة. دلوقتي المعدلات قلت كتير، بس اللي قل أكتر ودي أحسن حاجة يعني، اللي هو معدل الوفاة death rate قل كتير قوي، ودي حاجة كويسة يعني. يا إما الفيروس بقى اتغير اتحور وبقى أخف شوية، أو الناس اتعلمت وعملوا يعني بقوا حريصين أكتر، بقوا قاعدين في البيت لما بيعيوا وبياخدوا حاجات بحيث إن هم بقوا بيمرضوا ويخفوا. فدي حاجة إلى حد ما كويسة أوي الحمد لله. دلوقتي البلاد اللي هي ما وصلش فيها لأعلى درجة هيوصلوا، يعني هي كلها نفس الكلام، بيكون قليل بيزيد بيوصل لأعلى حاجة اللي هي البيك، وبعد كده يبدأ يقل تاني. ففي دول كتيرة وفي دول عربية ما بيدخل على المرحلة دي. فخليني التجربة دي مهمة قوي، تجربة الناس اللي مرضوا واللي تشافوا حصل معاهم ايه. اول حاجة يعني الناس اللي من اكتر الناس اللي مرضوا على فكرة، ودي حقيقة، الناس اللي هي كانت very panic وكانت خايفة قوي، اللي عندها الخوف الشديد هم اكتر ناس مرضوا، حتى لو كانوا في البيوت بتاعتهم وده حصل. فبلاش البانيك والخوف وكل والذعر ده، توكلوا على الله. يعني نسبة الشفاء دلوقتي بقت عالية جدا، يعني ميبي عدت 95% الناس بتشفى دلوقتي هنا في امريكا. فان شاء الله ما يكون عندكم احسن من كده كمان. دي اول حاجة. تاني حاجة، الناس اللي مرضت وتعالجوا في البيت هم كتير، هم يعني تشافوا بسرعة قوي. اللي وصلت معاهم لضيق النفس بطريقة صعبة، ما قدروش ياخدوا نفسهم ولازم يروح المستشفى، كانت نسبة صغيرة، ودي اللي حصلت فيهم المشاكل الكبيرة. الجديد بقى اللي طلع لنا وما كانش قبل كده بيتكلموا عليه، انه هو في جلطات، الفيروس سبب جلطات، اما الفيروس او جهاز المناعة، بسبب انه تفاعل يعني بطريقة very strong مع الفيروس، فسببت جلطات في الجسم. لقوا جلطات في الدماغ، لقوا جلطات في شرايين القلب، لقوا جلطات في الرئة، لقوا جلطات في الكلى، لقوا جلطات في القدم للناس اللي هم توفوا، اللي هم وصلوا لمرحلة كتير سيفير. فما كانش في كلام على جلطات قبل كده، يعني وقت ما كان نيويورك الإصابات فظيعة ومعدل وفاة عالي جدا، ما كانش في كلام على الجلطات دي. فدلوقتي اتليست انتوا عارفين معلومات جديده، وكل وقت يعني كل ما بيمر الوقت هتطلع معلومات جديده عن الفيروس ما كناش عارفينها قبل كده. فعشان في جلطات بيسبب جلطات، وهي دي يعني قالوا نسبه الوفاه، اعلى نسبه وفاه كانت بسبب الجلطات، ممكن في اسباب تانية بس منها الجلطات دي. فازاي هنعمل طالما في جلطات؟ لازم نتصرف بطريقه تانية. الحاجات الاكتر، حاجات اللي هي ممكن تساعدنا، الزنجبيل فيري جود، لو اخدته دافي يعني كل شويه هحطه في ميه سخنه فريش بقى او بودره، اي حاجه استعملوا اي حاجه منه هيشتغل ان شاء الله، از اكسلنت. ممكن احطه مع عسل مع ميه دافيه واشربه كل شويه، ليمون مع عسل واشربه كل شويه. لو انا في شغلي وفي حياتي اليوميه متعرضه مع ناس كتيره قوي، وات كان اي دو، لما هرجع بيتي هاخد الحاجات دي، ممكن معلقه خلي تفاح صغيره اخدها مع شوية مية صغيرين برضو عشان يكون شوية مركز، اخدها اول ما ارجع، معلقة صغيرة once a day مش مشكلة، اول ما ارجع بيتي اخدها. زي ما قلنا القرنفل is very good، لو مضغت القرنفل طول ما انا ماشي في الشارع، طول ما انا متواجد في عملي مع الناس، القرنفل عندي في الفم بتاعي هيساعد كتير انه يقتل الفيروس. الناس اللي هنا بقى في ناس كتيرة قوي مرضت وهم ما عرفوش ان هم مرضوا، عرفوا ازاي؟ يعني راحوا عملوا تحليل الدم اللي بيشوف الانتي بودي اللي هي الاجسام المضاده اللي هي بتنتج نتيجه المرض بالفيروس، لقوها موجوده عندهم. معنى كده ان هم كانوا مرضى بالفيروس وما كانش عندهم اي اعراض، يعني ات مينز ان ناس كتيره قوي عيت وما عرفتش، كتير جدا فوق ما تتخيلوا. انا ناس بعرفها كتيره جدا عيتوا الحمد لله تشافوا في البيت، هم واولادهم والعيله كلها خدوا الفيروس وتشافوا في البيت. الـ 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 الاعراض يعني بتختلف من شخص لاخر، في ناس جات لها بسيطه قوي، في ناس كانت فري سيمتومز يعني ما عندهاش اعراض اصلا،
في ناس جات لها very severe بس الحمد لله معظمهم خفوا. فبلاش نبقى عندنا بانيك ولا خوف. خلوا الزنجبيل عندكم في البيت، اللي ما يقدرش يجيب الطازه يجيب البودره ويخليه في البيت. دايما احطه من الحاجات الحلوه قوي. لو تفتكروا اول الشتاء ما كانش فيه فيروس ولا حاجه، احنا عملنا الزنجبيل مع الثوم مع العسل. يو ريمبر، شوفوا هو بقاله عندي دلوقتي من اول ما عملنا اول فيديو في دخول الشتاء، ميبي 4-5 شهور دلوقتي. اكسلنت. وبره بره الثلاجه عمره ما بيعمل عفن ولا حاجه، شويه بيكون سائل خفيف لانه عصير الزنجبيل بيطلع بره فيه. الازازه دي كانت بالنسبه لي يعني لايف سيفر لحاجات كتيره قوي. اللي عنده اي مشكله على طول، اللي هو جاهز وفيرمنتد الى حد ما كانه متخمر فيها، بتاخده معلقه منه على كوبايه ميه دافيه او سخنه مع وهو في العسل وفي كله، وبيشربوها. ممكن تزودوا بقى عشان موضوع الجلطات، الكيان بيبر اللي هو الشطه الحمراء، شطه الكيان دي رائعه لموضوع الجلطات، ممكن تيجي هي نمبر 1 لمنع الجلطات. اتس اميزنج. هتحطوا من نفس المحلول ده زنجبيل مع شويه عسل مع شويه ميه دافيه، اندن حط عليه رشه من الكيان بيبر. حلو لقلبكم لشرايينكم، اللي عاوز يخس، اللي عنده مشكله في ضيق النفس، اللي خايف من الجلطات، اللي عنده مشكله في الشرايين، عنده مشكله في الكوليسترول. از اكسلنت، وصفه حلوه لكل حاجه، هتنفعكم في الفتره دي، هتنفعنا كلنا. اشتغلوا عليها، خدوها مثلا يوم بعد يوم لو انتوا في خطر، يعني المدينه اللي انتوا فيها فيها حالات كتيره قوي، خدوها كل يوم. طبعا راعوا لو هياخد اسبرين، ان الاسبرين لحد دلوقتي ما نزلوش بيه اي حاجه رسميه انه يتاخد مع المرض. بط لو انا باخد حاجه فيها بتعمل سيوله للدم، اراعي انا باخد ايه، يعني you have to be careful. ان شاء الله ربنا يشفينا جميعا ويحفظكم ويحفظنا، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.